السلام عليكم، نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، ومرحبا بكم على قناتكم غرسة اسماء شباب. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم كيك بومبي بدون قالب، كيك محشي بكريمة اقل ما يقال عنها روعة. نتمنى تتبعوا الفيديو للاخير ونمشيو باش نتعرفوا على المكونات وباقي مراحل التحضير. فرجة ممتعة. امامكم الان في الشاشه المقادير بالغرام، وفي الفيديو غادي نطرقوا بالمقادير بكاس العنبه. سعه الكاس 100 مليلتر بالنسبه للناس اللي ما متوفرش عندهم الميزان. على بركه الله غادي نغربلوا النواشف اللي عندنا. كاس ديال الدقيق مع 3 المعالق كبار ديال النشا الذره او مايزينا، جوج اكياس من بودرة الكاكاو او 3 المعالق كبار من بودرة الكاكاو، وغادي نغربلوهم جيدا. وما نساوش خميرة الحلويات، غادي نضيف غير معلقة صغيرة منها، لان هاد الكيك ما بغيتوش يكون لي طالع، بغيت غير يكون عادي. غادي نخلطوا هاد النواشف كاملين وغادي نخليهم على جنب ونمشيو باش نحضروا خليط البيض. غادي نحتاجو 4 البيضات يكونوا من درجة حرارة المطبخ. من الأفضل إذا كان عندكم البيض في الثلاجة، ممكن أنكم قبل ما تحضروا الوصفة خرجوه بساعة أو ساعة ونص حتى ياخد لكم درجة حرارة المطبخ. وغادي نضيف عليه كأس ديال السكر مع قبصة ديال الملح، وغادي نطلعوه لأعلى سرعة حتى كيتغير لنا اللون ديالو وكيصبح أبيض فاتح. حتى كنتحصلوا على الخليط بهذا الشكل، كيكون اللون ديالو تفتح والقوام ديالو ثقال. مباشره غادي نضيف عليه جوج معالق كبار ديال الزيت نباتي، وغادي نخفض من سرعه الطراب، وغادي نحرك وما نبالغوش في التحريك، غير نحسوا بان الخليط انسجم لينا مع الزيت ونتوقفوا. مباشره نضيفوا النواشف اللي كنا غربلنا، الدقيق والكاكاو ومايزينا وخميره الحلويات. ممكن في هاد الاثناء تحركوا بسباتولا او بالطراب اليدوي، انا غادي نخفض من سرعه الطراب وغادي نخلطو غير بالطراب الكهربائي. حتى كنتحصل على القوام ديالو بهذا الشكل. خديت هذا المول الدائري فرشته بورق الفرن، ممكن انكم تستعملوا غير طاوة عادية وتخو فيها الخليط، ومن بعد تقطعوها انتم بالشكل اللي انتم باغين، لان عندنا الغرض احنا غير بالجينواز ماشي بالقالب. فهاد الاثناء كيكون الفرن مسخن على 180 درجة من الاسفل والاعلى، غادي ندخلوا له الكيك ديالنا. راه ما غاديش ياخذ لنا وقت بزاف لان الطبقة ديالو رقيقة. هذا هو الشكل ديالو من بعد ما خرجته من الفرن. كيف ما كتلاحظوا الكيك ما كيجيش من فوق، لان استعملنا معلقه صغيره مع مرش ديال خميره الحلويات، وفي هذه الوصفه ما كتحتاج ان يكون الكيك طالع. غادي نزول ليه ورق الفرن، وكيكون سمك الكيك بهذا الشكل. غادي نخليه حتى كيبرد جيدا، عاد غادي نقسمه على نصفين. وردوا معاه البال، لانه بكثرة ما هو خفيف راه كيتكسر بسرعة. غادي ناخذ هذا البول وغادي نغلفه بالسلوفان. ممكن تستعملوا اي حاجه متوفر عندكم، سواء كان تاع البلاستيك او كان ديال الزاج، او ممكن انها تكون غير دي بواط هكا، بواطه عاديه
وتغلفوها ببلاستيك الغذائي وتستعملوها. غادي نقبض النصف الاول ديال الكيك وغادي نحاول نقادو في القالب باش ياخد لي الشكل ديالو. خديت كاس ديال الحليب وضفت عليه معلقه صغيره من فاني بودر وحطيته فوق النار حتى دفى ليا الخليط هو اللي غادي نسقي به. ممكن تسقيوه بالسيرو بالمناضه باي حاجه متوفره عندكم. بما انني انا ما درتش في الجينواز الفاني ضفتها في هذا الخليط ديال الحليب اللي سقيت به. غادي نخليه حتى كيتشرب جيدا ونمشيو باش نحضروا الكريمه. كيك كما هو ترشوا عليه القليل من السكر سقيم ولا تغلفوه هكا بالشوكولا. مهم انا غادي نشارك معكم طريقتي في التزيين وان شاء الله
ولو بالقليل في الشرح، ونتمنى كذلك انكم تجربوه وينال الاستحسان ديالكم، ودخلوا لي في التعاليق كيفاش جاكم، غادي نقطع لكم باش تشوفوها من الداخل كيف كتكون. غير هي واحد الملاحظه بالنسبه للكريمه، الا بغيتوها تكون واقفه عاقده بحال شكل تاع الفلون، تستعملوا ثلاثه المعالق كبار بومبي من مايزينا. بالنسبه لي انا ما بغيتش داك القوام اللي كيكون واقف، بغيتو يكون كريمي. كتجيب بهذا الشكل كتدوب في الفم، وداك المزيج ديال البنان والكريمه كيكون روعه. ان شاء الله غادي تجربوها وتدخلوا لي في التعليق كيفاش جاتكم. وصلنا نهايه الفيديو، دمتم في امان الله، والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله. مع السلامه.